طبعا كل سنه وانتم طيبين. ساعتها هيكون يوم 15 ده اول مباراه مع اوروجواي، هيتوافق مع اول عيد، اول يوم العيد، اول يوم ان شاء عيد الله. الفطر ان شاء الله، يعني يا اول يا تاني لسه. بس يا اول يعني يا تاني بس يعني على كل حال المنتخب هيبقى في العيد. الزمالك اه الزمالك لا بيكسفنا في الاعياد. المنتخب لا مبدئيا كان في كلام كتير على الصيام ورخصه الصيام فمحلوله من عند ربنا الحمد لله. هو في السعوديه بقى هم اللي اخبطوا في اخر يوم رمضان 30 بالزبط. رمضان فادي ادي واحده حاجه كويسه ان شاء الله. الحاجه الثانيه دايما مقابله صاحب الارض في ماتش الافتتاح ما بيبقاش يوم صاحب الارض دايما اول يوم وضغط. ثانيا المنتخب الروسي تصنيفه متراجع جدا حاجه و60 باين 65 في اسوأ حالاته ربنا يكرمه. يعني هو بقالهم فتره عندهم تذبذب ما عندهمش حتى، وانا بجيب تشكيلاتهم بقالي يومين تشكيلاتهم متغيره الفتره اللي فاتت، فهم في مرحله بناء مزبوط منتخب. مظبوط. هم جابوا واحد مستحيل اعرف اقول لك اسمه، اسمه صعب جدا، اسمه كبير قوي، شيخ شفشير موجود اسمه صعب جدا. انا كاتبه هنا مدير فني جابوه من حوالي سنه وشهرين كده وعهدوا اليه بالحرس القديم يمشي بالزبط. في المنتخب ويبني منتخب جديد، بنى منتخب كويس بس لسه ما لحقش يمسك نفسه يعني. بالظبط. فانا كانت وجهه نظري لو كانت المباراه الاولى امام المنتخب الروسي تاخد منها صدمه البطوله وصدمه صاحب الارض ويبقى واقف على ارض صلبه علشان تقابل يعني يستحزوا حدين. طبعا هي يستحزوا حدين طبعا. وفي واللي بعده على طول كنت اتقابل اوروجواي اتمنى وبرضه يبقى الاخير يعني السعودية كلها يعني انا بس كنت عايز المنتخب الاول والثاني. لكن احنا ربنا ادانا مجموعه حلوه قوي قوي وبزياده قوي، ومهما كنا هنختار ونقول موجهه مش موجهه هي جت قرعتنا كده قرعه كويسه.